دائما أجواء مشمسة إلى مغشش جزئيا، هذا على كل السواحل مع تشكل الضباب خلال الصباح الباكر. تصبح الأجواء قليلة السحب نحو السواحل الشرقية، دائما خلال الظهيرة تبقى تتشكل سحب رعدية موسمية تكون مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية على كل الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، قد تنتقل ليلا نحو السواحل الشرقية. جنوبا أجواء مشمسة بالجنوب الشرقي لغاية الصحراء الوسطى، بينما تكون مغشات ورعدية من شمال الصحراء لغاية الجنوب الغربي، كذلك بأقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار والتاسيدي مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية المحلية. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تتراوح ما بين 20 إلى 25 درجة على كل المناطق الشمالية، في حدود 27 درجة ببشار وجعنات، 18 كأدنى مقياس بثمن راس، بينما ترتفع إلى 32 درجة بالصحراء الوسطى. فيما يخص الحرارة خلال ظهيرة الغد بحول الله، إذن ستتراوح ما بين 32 إلى 34 درجة على كل السواحل، ترتفع دائما نحو السواحل الغربية وكذلك الوسطى. بتيزي وزو ستقرب 38 درجة، ترتفع بدرجة واحدة نحو غليزان معسكر شلف، ما بين 33 درجة بالبيض إلى 37 درجة بباتنا. جنوبا 34 إلى 38 درجة على الخط الرابط بين تمن راس إلى جانات، بينما تبقى أجواء حارة تميل شمال الصحراء لغاية أقصى الجنوب، ما بين 40 إلى 42 درجة بشمال الصحراء الجنوب الشرقي، كذلك بالجنوب الغربي، بينما ترتفع إلى 46 درجة كعلى مقياس بالصحراء الوسطى. البحر خلال يوم الغد بإذن الله سيكون جميل إلى قليل الاضطراب محليا بسواحل الغربية والوسطى، الرياح تكون ضعيفة خلال الصبيحة، تشتد خلال الظهيرة نحو سواحل الوسطى لتقارب 50 كيلومتر في الساعة، وتتنا من شرقية إلى شمالية شرقية.